الله الشافي ألهمنا، الله الشافي ألهمنا أن نتداوى خير دواء، بالفعل الهادي أسعدنا وبشارته خير الشفاء. الله الشافي ألهمنا وسلامتكم هي غايتنا، وبها تشتد عنايتنا، جئنا لنحدثكم عنها لنعيش حياة السعداء. الله الشافي ألهمنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي شبكة قنوات المجد الفضائية، تحية طيبة أهلا بكم أنتم يا عسكر الرايحين وزهر البساتين. حلقة جديدة من برنامجكم وقاية، أصلي فيها وأسلم على خير خلق الله نبينا محمد. أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك، بيد أن لي انتساب، مدحت المالكين فزدت قدرا، فلما مدحتك اقتدت السحابة. وقاية الذي يأتي مواكبة للوباء العالمي كورونا، الذي نسأل الله عز وجل أن يرفعه عاجلا غير آجل. كورونا والقانون، مسائل قانونية سنطرحها على ضيفنا المستشار القانوني محمد بن يحيى العزي. أهلا وسهلا أستاذ محمد. أهلا وسهلا بكم يا مرحبا، نورت، الله يبارك فيك بوجودكم. لو جئنا إلى هذا الوباء العالمي الذي نسأل الله عز وجل أن يرفعه عاجلا غير آجل، كورونا والقانون، ربما البعض يتبادر إلى ذهنه، ما علاقة كورونا بالقانون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لمن أفنت بعوثه من قد عثى، شكرا له ما حكت حمائم حمائم، بلغ الدجى بكماله، بلغ العلا بجماله، فصلوا عليه وآله. أما بعد، صلى الله عليه وسلم. هذه الجائحة العظيمة التي لم تلم فقط بالمملكة العربية السعودية، بل اجتاحت الكرة الأرضية بجميع أقطابها، سواء شقها الأيمن أو الأيسر، هي جائحة مرت على هذه الشعوب بشكل سريع ومخيف. وبالعادة مثل الجوائح أو الاضطرابات المجتمعية أو حتى الدولية أو حتى يعني من المراحل السفلى إلى المراحل العليا، تحتاج إلى تنظيم ويحكمها قانون وتسيرها في الأزمات. هذه القوانين التي من خلالها نستطيع إن شاء الله بإذن الله عز وجل أن نمر من المرحلة هذه إلى مرحلة أفضل بإذن الله، وسيطر على هذه الأمور. فالقانون له علاقة وطيدة جدا بالأزمات، القانون له علاقة وطيدة جدا بالاحترازات والتدابير الوقائية، القانون له علاقة قوية جدا في كيفية تسيير يعني العلاقة التنظيمية، سواء من الجهات الصحية أو المجتمعية أو الدولية أو حتى القطاعات المستهدفة يعني القيام بدورها في هذه الجائحة العظيمة التي ألمت بالناس عموما. يعني نعم، هو مر بالعالم جوائح وأوبئة، يعني كانت هناك قوانين وأنظمة عالمية. نعم، يعني كان يعني منظمة الصحة العالمية يعني نعم، في يعني مواثيقها وفي أيضا قراراتها كانت تنص على مثل هذه الأمور، وعلى أنه يجب على الناس أو حتى على الجهات الدولية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البشر بشكل عام، بغض النظر عن الدولة أو عن الجنس أو عن العرق أو عن يعني المنظمة، تهدف إلى استقرار وسلامة البشر مثلها مثل أي جهة أخرى تدعم المنظمات المدنية. فهنا أيضا الحكومات يعني لديها نفس النفس ونفس الاهتمام ونفس الشعور، إلا أنه أقوى، لأنها تلامس جرحها بنفسها، مواطنيها. صحيح. وهم يعتبرون كيان من كيان هذه الدول، التي يجب على هذه الدولة يعني كما هو المعروف أن توفر الأمن والصحة والتعليم. والصحة يعني في عرفنا وفي ديننا يعتبر رقم واحد، المحافظة على الإنسان. ولذلك يعني نشكر دولتنا حفظها الله، ممثلة في ذلك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين محمد بن سلمان، على التدابير الصراحة التي فعلا تدل على اهتمام ومواكبة ودقة وحنكة في اتخاذ القرار. القرار الصحيح هو الذي يأتي في الوقت المناسب وبالشكل المناسب الذي حصل لدينا. فيعني بالعكس، القوانين هي أساس تنظيم
كل هذه الأمور التي تسير للبشرية سواء نعم. الأمور الصحية أو المجتمعية. هنا عندي مجموعة من المسائل لعله نبدأ فيها شوي شوي. كورونا والشائعات، يعني البعض الآن ما يظهر إلا في مثل هذه الأزمات ليفت في عضد المجتمع صحة العبارة ويبدأ هنا وهناك، فما عقوبة أو ما التنظير القانوني لمن يبث الشائعات في مثل أزمة كورونا؟ أولا أستاذ الكريم، الموضوع للأسف الشديد يعني محزن، نعم، ويعني قد ربما يكون يعني مبكي أحيانا عندما يعني تقوم الدولة حفظها الله عز وجل بالمحافظة على أرواح المجتمع، بالمحافظة على صحة حتى هذا الشخص الذي يبارز في الإعلام ويثير مثل هذه الشائعات ومثل هذه البلبلة. كل هذه القرارات الصادرة ما هي إلا لحفظ يعني أمنك وحفظ صحتك. صحيح. أمك، أبوك، ابنك، أخوك، أختك، المجتمع الذي حولك لا يمكن أن يحمى بالطريقة التي تتصورها أنت يعني من ينشر هذه الشائعات، وإنما تكون بالطريقة ذات الدراسة الصحيحة. ولذلك لم تكن هذه القرارات إلا بعد دراسة وتمحيص ولجان ووزراء ووزارات، يعني لم يأتي بالسهولة التي يتصورها الشخص حتى يخرج شخص إشاعة معينة. فبالتالي المنظم السعودي وضع هناك عقوبات، نعم، ووضع هناك يعني أيديولوجية معينة لمكافحة هذه الشائعات وعقوبات واضحة، سواء كانت عن طريق جهة الاختصاص فيما يتعلق بالجرائم المعلوماتية أو عن طريق اللي هو النيابة العامة في مسألة متابعة هذه الشائعات. فلذلك الشائعات التي من يعني من أساسها أو من أساس نشرها الإخلال بالأمن مثلا، أو بنشر ما يدعو لقلق الناس مثلا، أو يسبب اضطراب، أو حتى نشر مثلا بعض العلاجات التي ليست يعني مصرحة ولا يعني ليس لها من الصحة أساس، أو حتى نشر بعض الأشياء التي قد أو تثير الأرقام، أو التي قد تثير الريبة، كل هذه تخضع في نشرها إلى نظام الجرائم المعلوماتية، والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن 3 سنوات أو إلى دفع غرامة مالية تصل إلى 3 ملايين أو بهما جمع أو بهما جميعا، يعني قد يكون بأحدهما أو بهما جميعا، يعني على حسب 3 مليون وثلاث سنوات سجن. نعم صحيح. نعم، إذا عقوبة نشر الشائعات تدخل في قائمة الجرائم الإلكترونية، نعم، وتكون العقوبة من 3 مليون وكذلك السجن 3 سنوات، قد تجمع وقد يأخذ. نعم. القاضي. صحيح. بأحدهما. صحيح. نعم، الآن كذلك البلد مليء بالخير، المحلات تبارك الله السلع متوفرة في كل مكان، ثم يأتي واحد حاقد أو مريض أو سميه ما شئت، يبدأ يروح يصور رف من الأرفف سواء كان صادقا أو حتى ممكن يجيب مقطع هذا قديم، فعقوبة الذين يروجون أن هناك نقص في المواد والسلع الغذائية. أولا يعني هذا شيء مؤسف حقيقة، أنه كان ينبغي في مثل هذه الأزمات يعني الناس يعني تظهر معادنهم في الأزمات. صح، وبث الطمأنينة. وبث الطمأنينة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان القدوة، صلى الله عليه وسلم كان هو الشخص الذي دائما ما يبث التفاؤل في نفوس الصحابة رضوان الله عليهم حتى في أضيق المحالك. فمثل هذه الشخصيات هي لا شك يعني من الشخصيات التي تصطاد في الماء العكر، والتي يجب يعني يجب أن يعني يقف أمامها بحزم، لأنها مثل الحريق إذا انتشر لا يمكن أن يعني يحاط به. ولذلك هذه الشخصيات التي ظهرت في مثل هذا الوقت بالتحديد ومثل هذه الأزمة بالتحديد، أنا أعتقد أنه يجب أن تعالج بالكي، لأنه إذا كان الإنسان أو إذا كان المجتمع يعيش في جائحة ويعيش في أزمة ولا يعني تترك أو بمعنى أصح تترك الجانب التفاؤل وجانب الطمأنينة والأخذ الاحتياطات والاحترازات، ثم تذهب إلى الخلل في المجتمع أو إلى الأماكن الرمادية مثل ما يقولون وتثير مثل هذه الفتن،
هذه بصراحة يعني أعتقد أنه يجب أن تعاقب، وهذا يعني من المساس بالأمن العام بالأمن الوطني، وهي تدخل في تنظيمها تحت اللي هو الجرائم المعلوماتية التي ذكرناها قبل قليل، يعاقب عليه بسجن تصل إلى 5 سنوات أو بغرامة مالية تصل إلى 3 سنوات بهما أو بأحدهما. الغرامة المالية كم؟ 3 مليون تقريبا. 3 مليون. نعم. إذن الإجراء القانوني في من يصور مثال نقص مواد غذائية أو سلع والترويج لهذا، عقوبته من 5 سنوات سجن إلى وكذلك حد أقصى لا يزيد على 5 سنوات، وحد أعلى لا يزيد عن 3 مليون. هذه الغرامة تذهب طبعا للدولة أو تذهب لصندوق الدولة، لكن الأساس أنه هذا التجريم قد يكون عقوبته 2 معا على حسب الجهة الاختصاص اللي هي المحكمة، وقد يكون أحدهما، ويعني هذا أقل ما يمكن أن يعني صحيح فعلا. يعني مع هذا الإجراء القانوني، يعني السؤال الذي يطرح يعني أدبيا وأخلاقيا وحتى كوطن يعني تعيش فيه وتترعرع فيه، ما الذي يجعل الإنسان في بلد مليء في الخير وكل يوم تطمينات من الدولة حفظها الله وكل شيء واضح، يعني قد يغيب سلعة هو يجدها في محل اللي هو جنبه، ثم كل المحلات اللي حوله مليئة بهذه السلعة، إيش اللي خلي الإنسان يمرض مثل هذا المرض ويكون عنصرا مضرا بنفسه ووطنه؟ أستاذ الكريم، أحيانا قد تكون مشكلة اجتماعية، أحيانا قد تكون مشكلة نفسية، أحيانا حب الظهور، أحيانا يريد أن يكون له شأن في من حوله، أحيانا يريد أنه يعني فقط يعني ردة فعل نفسيا مثلا، يعني كتفريق شحنة سلبية أو شيء، يعني ما نراه الآن ما شاء الله في المملكة العربية السعودية من توفر الحبوب والثمار واللحوم كل السلع، وكل يعني نحن نصدر بأرقام فلكية حتى، يعني ليس لنا من بداية الاحترازات وبداية يعني إلا أشهر بسيطة لدينا مخزون يصل إلى السنوات يعني الطوال. فلذلك يأتي هذا الشخص وربما لم يجد السلعة التي يعني وجدها، هل بحث في غير هذا المكان؟ شيء طبيعي أنه يكون في هذه حتى المكان، في الأيام العادية، في الأيام العادية يعني حتى في الأيام الطفرة، لكن أحيانا قد يعني تسيس مثل هذه الأمور، وإما أن يكون نقص في النفس وحب للظهور مثلا، أو يعني تفريق شحنات سلبية يعني هو يعانيها، أو للأسف الشديد قد يكون هذا الأمر يعني ترسبات فكرية أو انحرافات أو تطرف أو شيء قد تسميه ما تريد أن تسميه، لأنه في مثل هذه الظروف لا يمكن حتى يعني لم نسمع هذا من مختصين ولا اقتصاديين ولا قنوات ولا أصحاب الاختصاص. صحيح. يعني أنت الآن تمارس شيء ليس يعني على ليس قائم على دراسة ولا حتى على منهج، فلذلك يعني هذا أنا أعتقد أنه يجب مثل هذه النوعيات أن يعني، وقد رأينا يعني صراحة يعني وزارة الداخلية تشكر على جهودها في مسألة إعلانها على المقبوض عليهم. صحيح. وعلى تأديبهم، وأيضا النيابة العامة لا زالت يعني في 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 يعني في في مشوارها تنبه وتحذر وتستدعي أيضا يعني في بعض الحالات التي تستدعي. إذن نعيد أنه من يروج يصور إلى أنه رف ناقص سلعة كذا، عقوبته الإجراء القانوني معه هو نعم أولا يطبق عليه اللي هو نظام الجرائم المعلوماتية إذا كان في ذلك إخلال بالأمن أو بالمجتمع وترهيب الناس وتخويفهم، تصل عقوبته إلى 3 مليون غرامة، 3 مليون ريال غرامة، وتصل إلى سجن 5 سنوات. نعم. كان حظر التجوال جزئي والآن أصبح كلي، فما عقوبة عدم الالتزام بتعليمات منع التجول؟ هناك عقوبتين. العقوبة الأولى، هذه عقوبة عدم الالتزام بمعلومات منع التجول، ويجب أن نفرق بين أمرين. أحيانا قد تطبق على الإنسان عقوبة تجواله في البيت. كيف؟ أيوة، كيف هذا؟ هذا السادة الكريم قد ينشر المقاطع التي فيها خرق للتجوال ويسهم في نشرها في المجتمع، فهذا هنا خالف اللي هو المادة أو خالف النظام الإجراءات الجزائي التي تنص في طياتها على المساس بالأمن أو نشر
أو إعادة نشر أو تخزين أو حفظ ما فيه مساس بالأمن، ولذلك يطبق عليه نظام أو يطبق عليه عفوا العقوبة 3 ملايين والسجن 5 سنوات. هذا تخيله في بيته، لكن يأخذ المقاطع اللي إيش؟ يأخذها، قد يأخذها ينشرها يرتوتها. البعض يقول يكتب في البايو إنه الرتوت لا يمثلني. كيف لا يمثل؟ أنت الآن أنت تبنى وجهة نظر، تبنى وجهة نظر. فلذلك نشرها والمساهمة في نشرها سواء في جروبات الواتساب أو في تويتر أو في سناب شات أو أيا كان، هذا يعني تلحقه طائلة اللي هو المساءلة القانونية ويطبق عليه جرائم معلوماتية. جرائم معلوماتية. والثاني؟ الثاني الذي هو في الشارع الذي لم يصور، هذا عندما يخرق القانون لأول مرة مثلا يطبق عليه أولا 10,000 ريال، هذه غرامة مالية 10,000 ريال تسجل عليه المرة الأولى. للمرة الثانية يرصد عليه 20,000 ريال. كم صارت الآن؟ 30,000. المرة الثالثة يسجن بمدة لا تزيد عن 20 يوما. هذه الـ يعني التعاميم الصادرة أو العقوبات الصادرة من وزارة الداخلية فيما يتعلق بخرق التجوال والحظر. إذا تسبب هذا الشيء في آثار أخرى، هذه طبعا تحال إلى جهة الاختصاص وأمور متعلقة. إذا في تبعات. نعم، إذا في تبعات. نعم. عدم الإبلاغ عن مصاب بفيروس كورونا، يعني صلى الله يعافي جميع المسلمين والمسلمات، البعض قد يصاب لسبب ما فما يبلغ أنه مصاب بهذا المرض ثم يكتشف بعد ذلك أنه كان مصابا، فما الإجراء القانوني؟ يعني هو تستر مثلا أو نعم التستر. التستر سواء عن نفسه أو عن الآخرين في فرق؟ لا يعتبر نفسه. سائل الكريم، دعنا نفصل في الموضوع قليلا. قد يكون المتستر هو الشخص نفسه أو أهله، و هذا يخضع للغرامة التي من شأنها أنها تنظم مثل هذا، وهي غرامة تصل إلى 100,000 ريال. أي نعم، اللي هو المتستر على كورونا، طبعا نتكلم من المجتمع، قد يصل إلى 100,000 ريال، وأيضا قد يسجن 6 أشهر. يعني هذا المتستر فقط، سواء كان هو أو شخص أو شخص آخر. إذا كان هو يقوم طبعا توفر له الرعاية الصحية، وبعد أن يتعافى بحفظ الله ورعايته يطبق عليه هذا. نعم. تطبق عليه هذه العقوبة. أما إذا كان ممارس صحي، يعني هنا يعني يختلف، يعني مثل هو أخوه في المستشفى أو قريبه أو كذا، والممارس الصحي هذا مثلا تستر على هذه العينة أو على هذه، فهنا طبعا نظام مزاولة المهن الصحية الصادر عام 1400 تقريبا 33 ينص في مادته في مادته 28 فقرة السابعة على عقوبة صادرة، وهي تخضع للجهة نفسها أيضا 6 أشهر أو 100,000 ريال كما هي لشخص آخر. أيضا لدينا قضية أخرى، وهي أنه هو لم يتستر فقط، يعني ربما رأينا بعض المقاطع التي فيها نشر لهذا المرض، سواء بوضع اللعاب على مقابض الأبواب أو التفل كما رأينا في مقاطع، والعياذ بالله في هنا، يعني حتى تستغرب أنه هنا في بعض الأماكن أنه يعني يحاول أن يلمس الشخص يعني متعمدا. هذه مهمة جدا. الفقهاء أو أجمع الفقهاء المذاهب الأربعة عدا الحنفية على أنه يكون هذا الشخص متحمل للمسؤولية الجنائية، مثل شخص قتل عمدا. القتل العمد قد تكون مباشر أو متسبب. الله أوكي. فالاثنين نفس الطريقة، إذا كان هو قد يعني مثل فلان من الناس يعرفه يذهب ويضع هذا اللعاب أو هذا الجسم الذي فيه هذا الفيروس ويضعه فيه، هذا فلان من الناس، هذا يكون ماذا؟ يكون قتل عمد، أو أنه يضعه في مكان معين قد يصاب، هذا متسبب.
كلا الاثنين مدانين و يعني تلحقهم الطائلة القانونية وأيضا جريمة القتل سواء العمد أو شبه العمد كلها إذا كان هو قاصد هذا الشيء فهو قتل عمد، إذا لم يكن قاصد هذا الشيء يعني هو متستر عن نفسه ولا يريد أن يذهب ولكن بشكل غير يعني مثلا مباشر حصل هذا فأيضا يدخل في حكم قتل العمد كما قال ذلك اللي هو إجماع أو ليس إجماع اللي هو جمهور الفقهاء. نعم. الآن كذلك زيادة في السعر المبالغ فيه أو غير مبررة وكذلك ربما إنتاج بعض المعقمات أو بعض الأدوية الغير مصرح بها أو تغيير تواريخ انتهاء صلاحيتها، الإجراء القانوني في ذلك؟ للأسف الجشع أحيانا قد يدعو إلى استغلال هذه الأزمات، ولذلك كان المشرع السعودي بالمرصاد لمثل هؤلاء الذين يحاولون أن يعني يتكسبوا مثل هذه الأزمات، وهنا تنعدم الإنسانية حقيقة يعني فعلا يعني كان المفترض أن تقف يعني هذه الجهات وهذه المؤسسات أو هذه مثل ما وقفت، يعني إحنا رأينا نماذج يعني غريبة يعني لا أريد أن أذكر بالاسم لكن هناك كبار تجار في بعض الدول وهبوا جزء كبير من ثرواتهم دعم للناس ودعم للاقتصاد ودعم لعلاج وهنا كذلك الذين أوقفوا عمائر صحيح وفنادق نعم وقدموا خدمات جليلة نعم صدقت يعني فلذلك مثل هذه الجهات هذه يعني تصل عقوبتها إلى 500,000 ريال غرامة مالية على هذه عقوبة إيش؟ عقوبة الذي ينتج مثلا سلع أو يعدل في تاريخها مثل معقمات أو أي مثل معقمات أو مثلا بطريقة أو أخرى يتلاعب فيها بأي كان، هذه غرامة مالية تصل إلى 500,000 ريال، أيضا سجن سنتين. هناك نقطة أنه إذا صار هناك أثر يعني مثلا ضرر صحي جراء يعني واحد استخدم المعقم أو استخدم الصابون هذه ترتفع الغرامة إلى 10 مليون ريال. أوه. نعم 10 مليون ريال وتصل أيضا إلى سجن 3 سنوات. نعم. هنا كذلك يعني مسؤولية مشرفي الجروبات الواتساب، يعني البعض يفتح جروب ربما لا يبالي بما فيه، لكن ما دورنا في التصدي للشائعات في القيام بالواجب الوطني في مثل هذه الظروف وغيرها من الأحوال؟ لكن البعض يفتح ولا يبالي يقول أنا لست مسؤولا عن المحتوى، هل فعلا اللي يفتح جروب واتساب ليس مسؤولا؟ السائل الكريم، مسألة الجروب الواتساب أو الجروبات أو الواتساب أو مواقع التواصل الاجتماعي يعني في واقعنا الحالي الذي يجب أن نكون فيه أكثر ثقافة وأكثر وعيا وأكثر اهتماما من ذي قبل، لأننا في الحقيقة قد نكون يعني سند لبعضنا وفي نفس الوضع قد نكون أيضا يعني شر على بعضنا، يعني لأنه مثل نشر هذه الشائعات مثل حصول هذه المخالفات السماح للجماعات المتطرفة في استغلال هذه الجوائح بالتغلغل باستخدام عواطف الناس بتخويفهم بنشر بعض الشائعات في العلاجات والطب، ويعني إذا كانت هناك دول مثلا يعني كبيرة عجزت عن وجود لقاح يعني هل سيجد يعني شخص معين ليس له علاقة بالطب علاج لمثل هذا؟ يعني يجب أن نفكر بعقلانية أكثر، لازم تصدر يعني هذه الأمور من وزارة الصحة الجهة يعني المخولة. حتى الآن لو يعني الناس لا تتصور ما معنى علاج، يعني لا تتصور ما معنى علاج، يعني علاج ليس معنى أنه فقط فلان من الناس أخذ هذا اللقاح وشوفي، هذا غير صحيح، تجرى دراسات تجرى آلاف الحالات على هذا، هل له يعني آثار مضاعفات جانبية، هل له مضاعفات، هل هو مثلا يعني يعني يعمل في جزء معين، يعني هذه الأشياء كلها لا يمكن أن تقوم بها يعني أفراد، يعني هذه تقوم بها حكومات، تقوم بها جهات لديها جميع الإمكانيات. فالواجب أولا على منشئ الجروبات، يجب يعني أنا لدي طبعا وجهة نظر فيما يتعلق بمشرفي الجروبات، أنا
يعني أقول أن العبارة الأصح هي منشئ الجروبات، لأنه أنا قد أكون في جروب ومنشئ الجروب سجل خروج، فصرت أنا مشرف تلقائيا، ليس معنى أنه يرمي المسؤولية القانونية علي. الأصل حتى لو خرج من هذه المجموعة هو المنشئ يتحمل المسؤولية، وهذه لم يتطرق إليها المختصون في 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 الأمور القانونية كثيرا، لكن وجهة نظري فيها أن منشئ الجروب يعني هو الذي يتحمل المسؤولية في مسألة الضبط والتوجيه والإرشاد والمنع والتخفيف ومثل هذا. أما مسألة الأمور القانونية فالبعض يقول أنا بنزل الشائعة هذه مثلا في هذه المجموعة وما همني المشرف هو أو صاحب الجروب هو اللي يتحمل، وهذا غير صحيح. الصحيح أن صاحب المجموعة يتحمل يعني في حالات بسيطة، مثلا إذا تآمر مع هذا الشخص، أو إذا حرض، أو إذا كان على علم مسبق بأنه سينزل مثلا هذه المعلومة، هنا يتصله أو تطوله الطائلة القانونية. لكن اللي يرسل الشائعة هو المسؤول عنها أولا وآخرا، هو الذي بادر بنشر هذه، ولذلك يطبق عليه العقوبة التي ذكرناها في بداية الحلقة أنه يساء القانونية. وأنا رأيت إجراءات الآن في برنامج واتساب أنه بدأ يخفف من مسألة تحويل الرسائل الجماعية، أعتقد أنه سيصل قريب إلى أنه لن تستطيع، يعني من باب مكافحة كورونا والشائعات الحديثة لن تستطيع أن ترسل أكثر من يعني من رسالة واحدة أو رسالتين كما أعتقد. يعني نعم، شكرا جزيلا لك المستشار القانوني محمد بن يحيى العزي، شكرا جزيلا على هذا الإيضاح وهذه الإفادة. كذلك الشكر موصول لكم أنتم مشاهدينا الكرام. كان الحديث عن كورونا من جانب قانوني والإجراءات القانونية المتبعة. التزامك بالتعليمات والتوجيهات هي دليل وعيك وحضارتك وتميزك، فكن عنصرا بناء لبناء هذا الوطن الغالي، وكن عنصرا يساهم في نهضة حضارية. لا تنشر الشائعات ولا تأخذ الأخبار إلا من مصادرها. أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله الشافي ألهمنا أن نتداوى خير دواء، بالفعل الهادي أسعدنا وبشارة